اختيار المكان المناسب عنصر مهم جداً عند تناول الطعام أو الدراسة أو حتى اجتماع الأصدقاء للحديث أو اللعب. وفي خبرنا هذا، ثلاث شباب من مدينة أربيل قرروا يتحدوا قانون الطبيعة، والسر في التحدي كان باختيار مكان لا يخطر على البال للعب الدومينو. خلينا نتابع مشاهدينا هذا الفيديو وياكم. مشاهدينا، وبعد ما شفنا الفيديو نستكمل القصة. الشباب الثلاثة ظهروا هم يلعبوا الدومينو في قاع أحد أحواض السباحة، وطبعاً هاللعبة ما تكمل إلا بأجواء، فكانوا مجهزين طاولة ومشروب غازي. وتساءل الجمهور، هل الفائز هو اللي بيفوز بلعبة الدومينو ولا اللي يتحمل أطول فترة تحت الماء؟ الفيديو أثار سخرية كل مين حضره، وكانت التعليقات عليه كثيرة على منصة إكس، والبداية كانت مع سناء. عدنان ولينا، طول عمري أفكر عدنان شلون كان ياخذ نفس واحد ويغطس يعبر البحر، طلع أكو هيتش ناس. والتعليق الثاني كانت سماء، عجيب أني من يمي اختنقت، هم شلون؟ والعجيب أكثر، الورقة شلون ما تتبلل؟ والتعليق الثالث كان وسام، العقل خارج التغطية. والتعليق الرابع كان محمد، شلون ثبتت الكراسي والطاولة وأحجار الدومينو؟ كذب فوتوشوب. أما التعليق الأخير علي، حكم ماكو كافيتريات بأربيل.